الخردل هو نبات عشبي له نوعان، الخردل الأبيض بذوره مستديرة صفراء من الخارج بيضاء من الداخل، تحتوي على مادة مخاطية وبروتينات وزيت وجلوكسيد يسمى سينالبين، يتحلل ويعطي مركبا كبريتيا غير سام، يستعمل في الطب وفي الطعام ضمن البهارات، ويستعمل الزيت المستخرج منه كملطف للالتهابات. والخردل الأسود وهو أصغر من الأبيض، زيته معروف ويسمى سنجرين، يحتوي على الكبريت وهو الذي يسبب الرائحة العطرية، هو قوي جدا، لمسه فيه خطورة، يلزع الجلد ويصيب الأنف والعين بالأذى، يستخدم في الطب مخففا لتلطيف الالتهابات. يستفاد من بذور الخردل الأبيض والأسود في استعمالات طبية هامة ذكرها الدكتور أمين روين في كتابه التداوي بالأعشاب، يستعمل من الخارج، وإن أكبر عامل فعال في بذور الخردل حدة طعمه في الفم، هذه تفسدها الحرارة وتعطل مفعولها، لذلك يلاحظ عدم غلي بذور الخردل أو مسحوقها وعدم تعريضها للماء الحار إلا عند الضرورة لاستعمالها في الحمامات لأقصر مدة ممكنة. يضاف مسحوق بذور الخردل إلى الحمامات الكلية أو الجزئية لمعالجة احتقان الرئة وضعف القلب، فالأطفال الذين تبرد أجسامهم فجأة ويصبح لونهم مائل إلى الزرقة أو الصفرة يوضعون حالا ولمدة دقيقتين في حمام خردلي ساخن. وإن الحمامات الجزئية للساعدين تعمل عند المسنين لمعالجة النقرس وعسر التنفس وضعف القلب وفقدان الحس في الأصابع وضعف القلب الشيخوخي، وتعمل الحمامات القدمية الخردلية لمعالجة احتقان الرأس أو الصدر والصداع والدوار والدوخة، والحمامات القدمية الخردلية تزيل عسر التنفس والشعور بالاختناق الناتجين عن التهاب اللوزتين وتضخمها وضيق المجاري الهوائية، كما أنها تدر الحيض المحتقن. ولعمل الحمام الخردلي الكلي يمزج مقدار 200 جرام من مسحوق البذور بمقدار من الماء الفاتر إلى أن يصبح كالعجين، ثم تضاف بعد ذلك بنصف ساعة إلى ماء الحمام الساخن بدرجة 37 درجة مئوية، يمدد المريض في داخله لمدة 10 دقائق. أما الحمامات الخردلية الجزئية وهي حمامات الساعدين والقدمين فتعمل بإضافة ماء فاتر إلى ملعقتين كبيرتين من مسحوق البذور لتصبح عجينة رخوة تذاب في ماء الحمام الجزئي الساخن عند درجة 37 درجة مئوية، ومدة الحمام فيه 10 دقائق. إذا شعر المريض في الحمام الخردلي الكلي أو الجزئي بحرقان شديد في الجلد يرفع حالا من الحمام، ثم يغسل جلده بالماء الساخن لإزالة الخردل عنه. إن مفعول الخردل المطلوب هو تخديشه للجلد على ألا يصل هذا التخديش إلى درجة الحرق وتكوين الفقاقيع، ويعالج باللبخة الخردلية الصداع العصبي بوضع اللبخة فوق مؤخرة الرأس وآلام المعدة بوضعها فوق المعدة في أعلى البطن واحتقانات الرئة وما يرافقها من عسر التنفس وإزرقاق في اللون الناتج عن ضعف الدورة الدموية بوضع اللبخة فوق الظهر، كما تعالج التهابات الحنجرة وفقدان الصوت وهي البحة بلبخة خردلية فوق الحنجرة في الرقبة، وتعمل اللبخة الخردلية بمزج كمية من مسحوق الخردل الأسود بالماء الفاتر حتى تصبح عجينة متماسكة تفرد بسمك نصف سنتيمتر فوق قطعة من القماش، ثم توضع فوق الجلد مباشرة وتزال بعد 5 إلى 30 دقيقة، هذا تبعا لشدة ما يشعر به المريض من حرقان في موضع استعمالها.